وقتها في العلين شهدت العلين خالد خرج الاخبار نتاع سامي سميه جي وقتها توسط لك في عرض من فريق ميكاين الصهيوني. توسط عندهم يستاذ توسط لي بالعاني هذيك عملوها لي. ماهي صحيحه بالكل. صحيحه بيان سيور كذبه بالعاني هذيك. علاش؟ صحفيه تعرفها الصحفيه اللي كتبتها ولا؟ لا صحفيه ولا صحفيه وقت ما تفكرش. ما نعرفش ما شفت وانا توا. جابت العلين فما صحفيه هذيك معروفه هذيك قبل كانت تعمل في مشاكل برشا مع الناس. منى مساوي تقصد. هذيك هي. اي؟ هذيك هي. بالعاني مكتوب الاخبار بالعاني بيان سيور اي. حب تعمل بوز على ظهري انا كون كون باش نمشي نلعب في اسرائيل. اي قال ترفضتوا العرض انت. اي انا قلت لك حب تعمل بوز. ما يقام يعملوا هكا يتنطوا هاني لا ندور بالصحافه ولا شيء. ما يقام يعملوا يكتبوا خالد عزايز مشى حب درا شنو هاو درا شنو. فريق صهيوني ايه. حب على خالد عزايز. صحيح. هو ما عنده حتى اساس من الصحه. ايه. نعرفش ما كلمتهاش ما كذبتش الاخبار. انا عمري ما نعرف ولا عمري اللي حكيت معاه هذا سميه جي ما قابلتوش جمله. اه ما تقابلتوش في البوز. ما نعرفوش جمله. لا ترنيت معاه ولا قابلته. فهمتك. بعد كي جابوا لك علي بومنيجل كيفاش كانت علاقتك به في الكلوب؟ لا عادي من قبل احنا خدمنا مع بعضنا لعبنا مع بعض الكلوب ما عندناش اشكال معناها نخدموا على رواحنا وكاو معناها فهمت شنو؟ فهمتك. كان ما وصلكش عرض مترجي في البريود هذيك؟ لا لا. مازال قبل في الوقت هذاك ما فماش نوسيون تاع واحد من الفريق يمشي على الترجي. فما شكون لعب معاك؟ مشى الكلوب والاسبيرونس. شكون؟ وليد الهيل سيدي خالد المولي يلعبوا معاك. لا هذا كان بعد تو يلعبوا معاك اي لعبوا معايا اي بعد مشاو للترجي اي من بعد 2008 2009 تبدلت مش كيما وقتها مش وقتها ما كانتش لا جمهور الترجي يقبل ولا جمهور الفريق يقبل فما لاعب يلعب معاك اليوم يكاوا مازال يلعب وسام يحيى وسام يحيى اش قال لك فيه؟ ولا تي صح هو من قبل اللي تي سيريو معناها كلكان دو تري سيريو معناها وخدام واحد وربي معاه نقول له ربي يوفقك يوصل يكاوا للعمر هذايا اي مادام الى سيريو معناه وخدام واحد ينجم يوصل معاه بي خرجت 2006 من الكلوب كيفاش سايبوك المارس سايبوني على خاطر القاوة اللي سي ما عادش معناه فهمت ما عادش فما حل واحد وما همش في شي يستفادوا منك لا كروية لا حتى ومازال اخر عام في الكونترا دونك بالنسبه ليهم سراري يمشي يخليوني فهمت كيفاش مشيت للمارس مشيت للمارسا كيفاش تعدل العام هذاك في المارسا رجعت الفورم ولا البيريود اللي قعدتها ما تلعبش اثرت عليك شويه؟ لا سي سيور اثرت اي سي سيور من الاول اثرت حاولت بهم اللي نقدر عليه وكاو معناها فهمت اي وكاو معناها فهمت هذيك هي حاولت وكاو معناها فهمت راضي على روحك اللي قدمته في المارسا ولا الفورم خانتك شويه؟ لا سي سيور اكيد واحد كان ينجم يعمل مخير سي سيور اثر عليك اللي صار في الكلوب اثر عليك خالد خاطر فماش جارديان يكون عنده نيفو باهي ما يتيح معناها ما عرفش ما يكون مش البارح كان يعرف يشد اليوم ولا ما عادش اما نتصور في المخ اللعبه وليت خرجت شويه اي ذهنيا وحتى معناها كيفاش واحد يفاجيري لونتوراج نتاعو والعلاقه مع الناس والواحد هذيك ولات صعيبه شويه ولي. فهمت عملت عام في المرسى وعام في ملعب الجيبسي كيف ما كانوش ولا بد عليه معناها في ملعب الجيبسي اي ما كان سيزون اي في ديسمبر كملت علاش ما كملتش العام؟ ولا وقت لقيت روحي مانيش قاعد انا نستفاد وقاعد نفيد وقت واحد وليت قلت وانا بطبيعتي وقت نقري عندي برشا واحد قلت انا نتجه للتدريب احسن وكا وقت خذيت ديسيزيون تاع اعتزال في عمر 31 عام اي 32 عام خذيت ديسيزيون قلت يا زيد وكا بكري برشا الجارديان صحيح بكري بصفه عامه بكري لكن انا بديت تسمى بديت صغير نلعب وفي جمعيه كبيره مش حتى في جمعية صغيرة معناها فهمت بديت صغير نلعب في جمعية كبيرة ما وصلوكش ديزوفر وقتها خالد من دوتر كلوب لا لا معناها ديزوفر هكا عاديين ماهمش باش يخليوك تيفا انا ديزوفر نتاع باش بور سيرفيفر كيما نقول فهمتك فهمت باهي خلينا نحكي شوية على علاقتك بالمنتخب ما عندك برشا ماتشات في المنتخب ولا هاني قلت لك فما دو بيريود في المنتخب البيريود الأولانية وقتها مع وقتها شكري يلعب من 99 وقتها نمشي دوزيام جارديان وقتها ما تحتليش الفرصة برشا باش لعبت ما باخذت ماتشوات كاسيس علاش؟ ما نعرفش ما جاتش الفرصة ما هذاك توجه الشوا نتاع الستاف وقتها فهمني كيفاش كانت علاقتك بشكر الواعي؟ لا علاقة طيبة علاقة باهية واحد فهمني رغم اني ما لعبتش معاه حتى ماتش لا ما لعبتش ما جاتش الفرصة لكن الحمد لله معناها علاقة باهية وكاو معناها فهمت علاش من با معناتها تاخو حتى ماتش معناها دوزيام جارديان يلعب ساعة في ليكيبيت يلعب عادي ماتش اميكال يلعب ماتش ياخذ ماتش ودي احنا مشكلتنا جوارات الكلوب اوني با تري زابويي في ليكيب ناسيونال
معناه فما فما النوسيون تاع لعبه الكلوب مكروهين في المنتخب. اي مش مكروهين، ما فما شكون يدز معك ها باللغه هذه. فما شكون يدز معك، تحس روحك وحدك، فما شكون يعاون، شكون فهمت شنو. لو كان جيت جمعية اخرى تكون مسيرتك افضل في المنتخب؟ والله انا كنت، انا صار لي ديكليك في المنتخب خاطر وقت تضرب شكري في ظهره، لعبت انا الماتش هنا ضد كينيا المؤهل لكاس كوب دافريك 2002 وقتها. الماتش هذاك تضربت في يدي وقتها، ضربت في صبعي، كملت الماتش ربحنا 4-1 ضد كينيا في المنزه هنا، لعبنا ربحنا 4-1 وبعد كي كملت به الماتش، وبعد كي مش عملت راديو لقيت صبعي تضرب فراكتور، معناها يحبلها دو موا، معناها ايموبيليزاسيون دو موا قل شيء، وبعد باش ندخل في ريديكاسيون والواحد فهمت شنو. معناتها ما جاتك الفرصه باش تلعب كان شي كي تضرب شكري وقتها. اي فوالا هي هذيك هي، راه الجارديان راه كيكا سي كوم سار، معناها دي فوا سي فري تجيك الفرصه من الاول، ساعات لازمك تصبر، لازمك تصبر حتى لين تجيك الفرصه. الاصابه هذيك حرمتك بكاس العالم، جات الفرصه هذيك، ممكن كان هذاك الديكليك نتاعي انا في الكارير، كان تنجم تمشي مسيره اخرى في كارير انترناسيونال. بعدتك برشا على الميادين، بعدني دو موا وبعد بالريديوكاسيون بالواحد فهمت شنو هي، ضيعت دي ماتش مع ليكيب ناسيونال وقتها واحد، وتبدل الستاف وقتها واحد وكا، ومن بعد جاء علي بومنيجي وقتها مع لومير وكا، رجعت كيف كيف دوزيام جارديان فهمتني، حتى الكوب دافريك وقتها في 2004 لعبت تروزيام ماتش مع غينيا، ماتش غينيا لعبت غينيا تعادلنا 1-1 هذاك، لعبت تروزيام ماتش هذاك. كنت تستحق وقت اكثر وقتها في الكوب دافريك، وما كنتش تكون انت جارديان الاول، ولا مقتنع انه علي كان وقتها هو الافضل؟ والله هو سيفري عنده اكسبيريونس وقتها، عنده اكسبيريونس وقتها يلعب في فرنسا وعنده اكسبيريونس. هي ما يلعبش ها؟ ما يلعبش ما يلعبش، هذيك هي المشكله وين تو. هذيك هي، هو وقت خاطر لومير يقول لنا زعما هم يترناو خير من اللي انتم تلعبوا هنا، يقول هيكم هكا، يقول لنا ما تمس شويه معنويات الملاعبيه. تمس بيان سور، تمس اللوكو معناها. اي بيان سور، كيفاش واحد ملعب يترنى غادي ما يلعبش، واحنا هنا اوني كومبيتيتيف ويجي هو يلعب قبلك. فهمني، لكن سيت ان شوا. كنت تشوف روحك تستحق تكون اساسي وقتها في كل فريق؟ كان لقيت الدعم وخديجه جاتني الفرصه بالحق ولعبت كلك اكثر ماتشويات، كنت نجم معنا نخو ثقه اكثر ونخو معنا. انت عدى عليك سكوليو في المنتخب، كراوزن، اي سكوليو كراوزن ولومير، وجي لومير ديما كنت الدوزيام. اي ما كنتش وقت سكوليو ما تحكيش، علاش ما عندك حتى فرصه زين؟ علاش تسكوليو عيط جوريت رومبلاسونيت في الاسبيرانس، يعيط لهم كبسينال يجينا يقول لنا تفرج فيهم في الانترنمون. ولا بالحق يعيط الملاعبيه معناتها بناك مترجي. صارت معروفه، الناس كل تعرفها هذه، ثم دي جوار منهم مره حتى محمد الزوبي عيطوا عيطوا له وقتها معنا تروزيام، وهو رومبلاسون ما عادش نتاع شكري. ما يلعبش جمله في الترجي، علاش يتفرج فيهم سكولي وهكا في البارك، ديما في البارك يمشي للبارك يتفرج في الانترنمون. ايه الراجل توفى الله يرحمه، خلق شويه حساسيات في المنتخب. صارت شنو صار؟ فما حد دخلت عليهم انت؟ تخلق حاجات كيما هكا تخلق. اي شنو صار؟ بذا حاجات ملموسه صار وخلقت عليهم، عشتهم انت؟ كيما حاجات كيما هكا، معناها تصير حاجات كيما هكا، فما ملاعبين عمل مشاكل في المنتخب. ايه مش مشاكل وكهو، ديما يقولوا ما فما مشاكل خاصه بين ملاعبين التوال والاسبيرونس، يصيروا حاجات ديما تصير. ما خاطر دي جور من الطريقه هذه من الفاسون هذيك، ساعات البوعزيزي تلقاه يبدا حاضر باش يلعب، واحد بعد يلقى روحه رومبلاسون، ولا جمعه كامله تلقاه تيتولير ومن بعد يلقى روحه رومبلاسون. يعمل لي رياكسيون ولا بوعزيزي؟ اي كل مره كيفاش. شكون اكثر لاعب تعتبره من الكلوب تظلم في المنتخب؟ من الكلوب جينيراسيون تاعي ولا اللي قبل؟ كما تحب انت ميساج. فما برشا، فما تشوف كان يستحق يكون موجود في المنتخب، ياخو حظ اكثر في المنتخب. يعني قلت لك احنا بصفه عامه احنا لاعبيه الكلوب مش محبوبين في المنتخب. من وقت عطوقه ومن وقت واحد ما عادش ني با بريوريتير كيما نقولوا. بعد مشيت للتدريب الحراس وليد، ظهر لي كي بطلت مشيت تجربه اماراتيه. بطلت وقتها 2008 كملت الماستير نتاعي. فهمني في الاني هذيك كملت الماستير نتاعي واتجهت للتدريب. انا تبعت يعني من قبل نقري، عندي من 2001 نقري فهمني. كاو الحمد لله. وكاو كيف جاتك الحكايه تاع الامارات؟ شنو مشيت وين مشيت بالضبط؟ مشيت لنادي الجزيره في الفريق الاول في الشبان. شنو بالضبط؟ في الفريق الرديف وقت سي بلحسن ملوش وقت يذكر دوزيام ايكيب عيطتك معاه تبني في الليغارديان. هو كان مدير رياضي وقتها وبديت نخدم غاديكا،
هكا ومن بعد رجعت لتونس. رجعت للمنتخب. رجعت للمنتخب. في منصب محترم جدا معناها، رجعت من التوب معناها. عندي اكسبيريونس كما يقولوا، خاطر انا اكاديميك مقري معناها وفهمت شنو. كيف صارت الامور باش مشيت للمنتخب؟ كيف ما عندك تكون جاك العرض ولا كيفاش كلموك؟ لا ولكن الناس الكل صبيت السي في وقتها في الاداره الفنيه. رجعت وقتها سي محمود باشا هو وقت المدير الفني. بون سي فري يعرفني قراني خاطر في لينابس واحد دونك يعرف كيما نقولوا المستوى، يعرف شنو النجم نضيف معناها. وهذاك هو بديت بالمركز بورصه الصدريه واحنا ماشيين واحنا طالعين. فهمت باهي. باش نحكيو على تجربتك في تدريب الحراس حتى من المنتخب حتى اليوم. فاصل قصير وبعد مكملين باش نحكيو